رأيكم لو نتحدث عن مرض نفسي يصيب 80% منا، يسميه المختصون بالميتومونيا، يصيب أناس طبيعيون لكنهم لا يملكون المال. حلم يقظة يخيل للمريض بأنه حصل على حقيبة من المال أو كنوز ودفائن لتبدأ رحلة الحلم. يتخيل أنه أصبح رجل أعمال مهم، يدير الشركات، يتصدق، يؤمن فرص العمل، ويقضي ويمضي، يفرح ويلهو، ثم يصفعه الواقع من جديد ليعود إلى حالته الفقيرة. تحقق الحلم لشعشوع حمازة، مواطن جزائري من ولاية غردايا، المهنة عامل نظافة، العمر 38 عاما، السيرة الذاتية رجل أمين. عثر حمازة على كيس فيه نصف مليار سنتيم، بالنسبة له يكفي هذا المبلغ ليحقق حلم الزواج أو يشتري منزلا أو الاثنين معا، إذا كان حكيما في تسيير المبلغ طبعا. أخفى الكيس، عاد به إلى المنزل، عد المال، وتخيلوا الخطوة التي قام بها في تلك اللحظات. كتب شعشوع حمزة على فيسبوك منشورا يبحث به عن صاحب المال. نعم، حمزة يريد إعادة المال إلى أهله، وهو الذي تصرف بتصرف لم يقم به غالبية البشر لو وضعوا في هذا الموقف. نشاهد. يوم من الأيام وإحنا نخدموا لقيت مبلغ مالي 500 مليون نص مليار من ناحيه في ناحيه الشيخ عامر، وحنا نخدموا انا وصحابي الحمد لله. رفدنا البوباله كيما هاك، نمشي لقيت صاشي خبطتها بكتبي، طارت منها الموزيطه ذيك حليتها، لقيت فيها دراهم، مبلغ من الدراهم. خلعت درتها ديريكت في عبوني في صدري، صحابي اللي يخدموا معايا ما حلبتهمش كاع، ما قلتلهمش اسوار، لحقت للدار كذا كذا، الدراهم ذي حسبتها كذا كذا، لقيت فيها المبلغ ذا ومعاها صوالح تاع السيد هذا، المرأة نتاعو، الدليل باللي الدراهم ديرها للفلان. لما انا نشرتها في الفيسبوك وقلت لهم يجيب لي المرأة ويجي يديها، درتها نهار الاربعاء الله اعلم في القايله، في القايله درتها، بداو الناس بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. السيد هذا فاتح هذا من مسيلة، من حمام ضلعة، جيت مسيلة، عيط لي، جاني الخاص، عيط لي كذا كذا كذا، قال لي انا ملم، انا قلت له اخويا اعطيني المراه، اعطيته نمره تليفون، كلمني كذا كذا، قال لي يا اخويا فيها 70 مليون بو 50 والاخرى ميات وميتينات ومعها البونات. جاني هنا، جاني الجمعه صباح، خرج جا نلحق هنا في القايله عندي للدار، جبت معايا زوج شهود وحضرنا الناس كذا، معايا زوج شهود حضرتهم، قال اخويا مولا مانا تقدى وصلى ودا امانته، وقال لي بارك الله فيك. وكنت قادر، كنت قادر انا الدراهم هذه اللي لقيتها نزوج بها، نشري بها دار، ندير احنا عمال نظافه، اللهم لك الحمد يا ربي، نطلبوا من السلطات يشوفونا يشوفونا. كيما انا راني مولا 38 عام ما عندي لا اعانه لا سكن، وراني باقي نزوج، ماذا بيا ماذا بيا، وكان يعطوني دار. عندنا قريب واحد 6 سنين نخدموا مع شعشوع حمزه، الله يبارك يا ودي، انسان لاباس عليه، انسان ترونكيل، خدام، والحمد لله. الحمد لله. هذا الفيديو حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة على صفحتنا في منصة فيسبوك. الجميع يشكر حمازة، يشيدون بأخلاقه وتصرفه النبيل، وهو ما جاء في التعليقات، لكننا اخترنا من التعليقات ما يلخص نقاشا دار حول سؤال طرحه كثيرون: هل يجب على صاحب المال أن يمنح حمازة مكافأة أم لا؟ العروسي كتب على فيسبوك: لا أعرف ظروف صاحب المال، أو ربما ليست ملكه، ولكن غير ذلك يبدو أنه من الشهامة أو من الإنصاف أن يسدد نفقات زواج الأخ شعشوع. قال هك 50 مليون من المبلغ هذا تزوج به، محلال عليك، دراهم راحت راحت وعودت ولات. محمد كتب على حساب التعليقات: أصبحنا في زمن يعتبر فيه من يرد الأمانة لأصحابها بحكم الواجب إنجاز، لازم يكرم عليه المرء، يتقاسمه نصف المبلغ مع صاحب الأمانة. والغريب أن الملام في نظر البعض يقول دائما التعليق هو صاحب الأمانة لأنه لم يتقاسم معه وحرم عليه كما طاش نص الدراهم. على كل حال هذا الإنسان مشكور على صدق نيته، نسأل الله له الرزق. سمير كتب: أقسم بالله لقد نجحت وفزت في أصعب امتحان واختبار في الأمانة قد يفشل فيه جلنا، وإن لم أكن خاطئ جميعنا في هذا الزمان، هنيئا لك وبصحتك وبارك الله فيك.